تابعونا، لا تنسى الاشتراك وتفعيل زر التنبيهات لتصلك اخر المستجدات. سجاد الحلقه اليوم الرجاء في مواجهه فريق حوريا كوناكري الجوله الثالثه من منافسه دور مجموعه الشامبيونز ليغ الافريقي. اليوم كذلك نهضروا على الماتش ديال غدا ما بين الوداد والزمالك، قمه الجوله الثالثه في منافسه الشامبيونز ليغ. يكون معنا ناقد الرياضي المصري حميد وجدي باش نهضروا على هذه القمه. كذلك اليوم نهضروا على عوده الجمهور، والجمهور مرخص له يكون حاضر في الماتشات ديال الويكاند بالنسبه للمنافسات القاريه. غنهضروا على هذه الامور كلها في حلقه اليوم. كذلك مستمعينا غادي يكونوا معنا مداخلات ديالكم على رقمنا الهاتفي 0522 30 30 00 او 0522 31 33 33. كذلك صيفطوا لنا الميساج ديالكم انتقادات والملاحظات ديالكم على الرقم ديالي على الواتساب 0628 830 830. في البلاطو قلب الدفاع مصطفى طلحة. السلام عليكم ونبيل طارق حمزة، كل عام في إذاعة ام اف ام وجمعة مباركة، ونتمنى واخويا الحمد لله الرجوع ديال الجماهير يكون في الخير وترجع تاني تشويق والإثارة، وحنا متشوقين باش ترجع الجماهير. وشكرا العشرة ديالنا رجع. لا شكرا رئيس الحكومة وشكرا لرئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم للبو طلب الحمد لله ديال الجماهير باش ترجع الاحتفالية، وكل الأندية خصوصا الأندية الوطنية المشاركة في كأس إفريقيا في أمس الحاجة المساندة ديال الجماهير ديالها خصوصا في هذا الوقت، الوداد ولا الراجا ولا بركان، لان كنشوفهم كيفاش كيعانيو مع الجماهير ديال الخصوم، والحمد لله يكون في الخير على الانديه ديالنا ولا الانديه المحليه باش ان شاء الله نشوفوا الانديه ديالها دائما في القمه ان شاء الله. ان شاء الله. حمزه برزوق شدوا الفوقيه. الحمد لله الحمد لله. جمعه مباركه السي نبيل، جمعه الاخ طريق، جمعه مباركه، جمعه مباركه السي مصطفى، وجه تحيه لجميع الحاضرين محطه ام اف ام، وتحيه خاصه للجمهور ديالنا المتتبعين الاوفياء ديال البرنامج الشوط الثاني. الله يهديك حمزة. لا طريقة اخويا طريق، الله يهديك طريق الشيخ. لا ولد سي خالد والاستاذ خالد، لا ولد مصطفى هذا، والله الا عرقوني وحق الله. وكاين طلحة مريك كيتلقاو وكيجمع الضحكة. طريق النفاتي مرحبا. تحية لك نبي، تحية حمزة، تحية لمصطفى وجميع المستمعين الاوفياء. يا الله مرحبا بكم مستمعينا. تعلمت تقلب علينا نهار الجمعة، نهار الجمعة واش تهضر معايا. خليني لا هو كملوا السيمانه بخير وعلى جمعه مباركه. هذا هو المهم. يلا نمشيو البدايه غادي تكون بالماتش ديال اليوم الرجاء في مواجهه حوريا كوناكري طارق. الله مع الثمانيه ان شاء الله، ماتش ديال الرجاء وماتش ديال حوريا في مركب الرياضي محمد الخامس. شكون هذا اللي كيدوي هذا؟ ماشي طارق هذا. اسمعوا لي صافي، لان مصطفى اليوم عاود واحد ما نقدرش صافي راه بدينا دابا. انت بقيتي جوج ونص اليوم ماشي جوج. واحده يا حمزه زعما عطيناك الساعة يزداك الساعة. لا هذوك كيضحكوا بدوك الطلحة تبي ما تبي ما تبي. هو صراحة انا نقول لك صراحة دابا حيد الضحك ورزوق عاود لي واحد الطريفة كانت وقعت مع طلحة وما قال لك ما تقولهاش لي انا دابا فرجتكم. شنو هي الطريفة باش حدا الخزيرات راه قال لك كتواجد صافي سير طلعة. اليوم الرجاء حوريا كوناكري بعودة الجماهير، ولكن للأسف يمكن البارح شفنا طريقة باش كانت واحد السلاسة في الطريقة ديال إعادة الجماهير الملاعب، كان واحد التفاعل، حتى الجامعة راسلات لاكاف وجات الموافقة وتقرر ان عوده الجماهير تكون من اليوم بدايه الماتش ديال اليوم بين الرجاء وفريق حوريا كوناكري. ولكن للاسف فداك الزياده في الاثمنه خلقت واحد شويه ديال المشاكل. نورمالمون الجمهور خاصو يكون متعطش، خاصو يكون موتيفي انه يكون اليوم، ولكن البارح شويه خرجت ديك 70 درهم مع برزوق، شويه رجعوا 50 درهم. اليوم كيخرج الجمهور غاضب، واحد الغضب كبير سورتو الفصائل ديال الرجاء اللي جو بونس مقاطعه هذا الماتش هذا. وي مقاطعه ومن حقهم، لانه البارح كيف ما شتي راه خرجت واحد 70 درهم شويه ولات 50 درهم، مع العلم على ان الجماهير طالبات بان ثمن التذكره يكون 30 درهم من الاول. وي وي بحال الوداد. الوداد كانت والوداد تحيه للمسؤولين ديال الوداد، لان المداخيل ديال الماتش غادي يمشيو للفروع الاخرى ديال
جميع الفروع واحد جديد وزعما بقى فيا الحال بغيت نشوف الجمهور ديال الكورفاسو حتى هو يا ودوك اللواحات ديالو وديما هذاك هو هو المحفز رقم واحد للاعبين. كيفاش حبزه حنا صابرين عامين وفي الاخر ملي الجور الجيل وقيت اللي بغينا نجيو ونقولوا لا خصني نستغل من الاول نستغل ونقول ندير 70 درهم ولا ندير 50 درهم او انت عامين يعني جاد الفرج البارح حنا راه تهزين هنا وليا رجع الجمهور او راه خصك وديجا هذا الجمهور هذا كان ساهم معاك بواحد التذاكر افتراضيه كانوا داروهم خلصوهم وداك الشيء الوقت اللي فين تشكروا وترد ليه الاعتبار ديالو وتقول ليه شكرا للمسانده ديالك اللي ساندتي الفريق بواحد الظروف صعيبه جيتي دابا نتايا وتدير معاه البرادفع ما عرفتش عليه ما غير مفهومه واش ما عرفتش واش من اجل المداخل بغيتي دير هاد القضيه ندير واحد السونداج على الاقل ولا ماشي دابا اصلا هاد الماتش صافي خصك دير 30 درهم وتخلي الجمهور على الاقل يجي يتلاقى مع دوك المدرجات والمكاينه وتنوض عاوتاني وتستافد انت حتى كرويا تربح الماتش ديالك ديال اليوم بسبب الجمهور كنعرفوا البورسونتاج ديال القوه ديال الجماهير المغربيه ملي تسالي عندك واحد الازمه وباغي الجمهور يعاونك دير واحد السونداج خصوصا ان المداخيل ديال خصوصا ان المداخيل ديال هذه المباراه هذه كدي منهم لاكاف واحد النسبه وي يعني انت ما غتستافدش كليا يعني ما غتستافدش كليا كاع يا الكاف غتستافد معاك صافي يرخف على الجمهور لو ما تخيل الجماهير تستافد بعدا تدخل الجماهير كثافه والجمهور ديالك يستافد والمشكل اللي وقع واللي انا بعدا بروفوكاني هو انك شفتي البلاغ اللي خرج ديال الوداد فيه 30 درهم ياك طارق الوداد اللي خرجت الاول البلاغ 50 درهم فيه 30 درهم انت تسنيتي واحد الساعه ولا ساعه ونص وخرجتي 70 درهم شويه لا صافي غنقصوا 50 درهم هادشي في الحقيقه نورمالمون من الرجوع فرحنا مع الرجوع ديال الجماهير وشكرنا المسؤولين دابا وشكرنا رئيس الجامعه السي القجاع وشكرنا رئيس الحكومه اللي داروا هذاك الاجتماع الطارئ والحمد لله في الليل هو دار واحد الاجتماع مع رؤساء الانديه وبالزربه لقوا الصيغه وبالزربه لقوا الحل وبالزربه السي فوزي القجاع حتى هو مشكور دابا الناس كيديروا اتصالات باش يرجع الجمهور في الاخر حنا نديروا واحد حنا دابا كيبقى الدور ديال المسيرين ديال الانديه دابا والدور عدة مسيرين دابا راه شفنا البارح يتمنى راه يدخل الجماهير ديالو المقابله المقبله فابور اي بادره من عند رئيس مشكور بلا شوف حاجه المحمدي حتى عندهم مشاكل حتى عندهم مشاكل راه كل المشاكل كبيره شوف كل مشاكل كل الانديه الوطنيه دابا يعني في هاد العامين ديال كورونا راه كلشي عنده مشاكل ولكن اش دار ولكن دابا مشكور على هاد القضيه جا قال لك الماتش الاول نديروا رمزي حنا كاع مهم ماتش الاول يا سيدي انت بحال باقي ما تلقوش الجمهور و راه دابا قلتيه دابا راه دويتي على هاد النقطه انا كونفيرميت لك دويتي على هاد النقطه عارف هادشي ديالك راه دويتي على هاد النقطه سانسيغمون بلا ما نعطيو الراجل شنو كيستحق يعني النهار دخل المحمديه هو السيد عارف هادشي ديالك شوف دابا راه دويتي على هاد النقطه ودويتي عليها واثرتي عليها وقلتي نورمالمون المسؤولين ولا رؤساء الانديه ولا الانديه دابا في هاد الجوله الاولى ولا في هاد سميتو الظهور الاول ديال 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 الجمهور خاصنا نساندوا هاد الجمهور خاصنا نفتحوا ليه اليد خاصنا ندخلوا فابور خاصنا نعاونوا راه عارفين كاين دابا ولكن خاص الجماهير دابا ترد الميادين رانا كلشي متعشق ومتشوق دابا باش يتفرج في الانديه ديالو وحنا في امس الحاجه للمسانده ديال الجماهير دابا في المقابلات الحاسمه يعني حنا خاصنا نديروا سهوله للجماهير باش تدخل راه جبنا يتمناو وشكرناه رئيس النادي ديال الوداد الرياضي البيضاوي حتى هو مشكور لانه دار واحد الثمن رمزي وهذا الثمن حتى هو غير 30 درهم والمداخيل غتمشي للمكتب المديري باش تفرق على الفرق يعني غتفرع الفرق كلها اللي كتنضوي تحت اللواء ديال النادي وهذه بادره بغينا حتى الراجات هي الديره بغينا الانديه كلها باش نشوفوا المدرجات كلهم دابا في هذا الاسبوع الماتش الاول طلع من بعد عامين خص يكون سبيكتاكل خص يكون شي حاجه اللي عرس احنا البارح هنايا البارح اش قلنا كنتمناو انهم ياكسيليرو لا بروسيدور باش نشوفوا الجماهير قلنا ما كرهناش ما كانش عندنا حتى الخبر هنايا شويه خرجوا بلاغات بان الجمهور مسموح ليه يكون في الماتشات ديال لا ليغ دي شامبيون يعني شي حاجه كبيره هذه ومفرحه للجماهير ومفرحه للمغاربه كاملين وليو باش انتوما تحتضنوا هذاك الخبر وتفرحوا الجماهير وتزيدوا في المأساة غير هي من جهه اخرى غير هي من واحد الجهه اخرى برزوق لانه خصهم يعرفوا حتى يعني الجمهور اللي كيدخل للتيران يعني معظمهم من الشباب الا جينا نشوفوا راه كاين اللي كيقرا كاين اللي من الله يكون في العون ما خدامش كاين اللي واخا خدام البيجي ديالو ما تقدرش على انه يعطي 70 درهم في تيكي وتابعوا ماتش من وراه غير يبغي يمشي يتفرج وتابعوا ماتش من وراه فعلى الاقل كانوا ياخذوا بعين الاعتبار هذا الشيء كامل وكما قال لك نبيل يعني 30 درهم راه هو الثمن اللي اصلا هو كاين راه الجمهور دابا راك شتي الازمه كي دازت
راه ما دازت ساهله. راه كاين الناس اللي ما خدموش، كاين اللي بزاف د الحوايج طراو وقعوا لهم في هذه الجائحه هذه، يعني على الاقل هما كانوا كيتسناو كاع لانه كان يتنقص شويه كاع الثمن، ولكن على الاقل ملي جيتو رجعتو باغيين ديروا لي تيكي خليوه في هذاك الثمن اللي كان معقول واللي كان عارفينو داير 30 درهم 70 درهم. انا بالنسبه ليا غاليه بزاف. ماشي بالنسبه لك، راه بالنسبه لكل شيء، بالنسبه لكل شيء 70 درهم شنو غالية بزاف؟ فين عمر المدرجات الجانبية كانوا ب 70 درهم؟ كرياج ب 70 درهم؟ عمرهم كانوا شنو هو كرياج؟ راه كرياج شحال غيكون؟ عمرني سمعت انا كرياج وحده 70 درهم، عمرني شفتها وعمرني سمعتها. ممكن في السوق السوداء كتوصل فاش كيكون شي ماتش خيالي، شي ماتش خيالي كتوصل كاع. وليني دابا يا دابا دابا 70 درهم في السوق السوداء شحال توصل؟ 150. برافو 150 درهم؟ 150 طريح في كرياج. انا باقي كنعقل على ماتش ديال الوداد في تشامبيونز ليغ وصل 700 درهم 1500 درهم فينال، هذيك الفينال وديال اسيك ميموزا وصلت 350 درهم. وصلت سوق سوداء في ماتشات، ولكن هذه المارشينوار هي اللي كطلعها. عرفوا ذاك العابات اللي كاين في المارشينوار، مي دابا راه مسؤولين هما اللي يدير لك 70 درهم. ايوا دابا راه هذه مشكل، الا ما دخلش الجمهور ما تعاتبوش. والجمهور قاطع على طريق كنظن بالزولترا، ديال الزولترا قربنا منه. هو البلاغ خرج يعني على بزاف محتجين على بزاف الحوايج، ومن بينهم هذه النقطه اللي كندوي فيها دابا ديال الغلاء ديال التذاكر. هذه النقطه اللي مثيره كاع في البلاغ. يعني انا ما كتشوف ان الجمهور ديالك غاضب عليك وخرجتي، يعني جا القرار الغد لي كاين الماتش، على الاقل دير تمن رمزي، ولا كما قلتي ديال تحل البيبان ديال التيران وتخلي الجمهور يدخل. علاش كاين علاش كنحسوا باللي وهاد القضيه ما كانتش مع المكاتب السابقه ما كانتش، علاش كنحسوا باللي كاين واحد شويه ديال القطيعه ما بين المكتب المسير ديال الرجل والجمهور؟ علاش؟ وكاين امثله كثيره ماشي غير هذه، ما عمرها كانت لا ديغنيغمون كاينه وهي ما عمرها كانت. ملي خرج الاندلسي الرئيس السابق وجا قال لك وحنا الجمهور كنا كنتمناو انه يعاوننا، درنا التذاكر افتراضيه ما كانش تفاعل، فين هو الجمهور؟ يعني كاين واحد شويه ديال لاطاك او يا كتمنع عاوتاني من خلال هاد الاسعار اللي دايرين التذاكر. ايوا راه حتى لي سيركونستانس هما اللي خلاوه يقول بحال هكا. هذاك الرئيس الاندلسي هو اللي خلاوه، حيت ما كانش الجمهور كيولا كيمشي للتيران هذيك الساعه. يعني الصوت ديال الجمهور كان كيتسمع في الانترنت. اما كون كنت مشيت للتيران ما يقولهاش. والله ما كيجي حتى للتيران والله. يعني ما دي كان ديما مسألة الوصل ما بين الجمهور وما بين المكاتب المسيرة لا ديال الفريق الوداد لا ديال الرجاء. والبوا ديال الجماهير هذا راه كبير بزاف. انا بنت عارف وي بيان سور بزاف. كنتمنى زعما ان زعما تكون ديك لونتونت بيناتهم. وشنو راس المال الفرق؟ هو الجمهور. هو الجمهور ديالها سيرتو جمهور بحال الجمهور ديال الرجاء ما غندويوش عليه حنايا، ما يمكنش غندويو عليه حنا في المغرب كامل، حيت في العالم ولا في بعدا تندويو محلنا. بعدا ما نحاصرش على الدار البيضاء هو الجمهور ديال الرجاء لا ديال الوداد حتى هو، بجوج راه صاحبي راه المغرب كامل تيبغوا الرجاء والوداد. وي المهم كنتمناو كنتمناو ان تكون شويه السلاسه لا سوبليس في التعامل. لي كارد فين هما لي كارد دابونمون دابا هي فين واصلين؟ ما عرفناش. انت كانوا يطرحوا هذا الشيء كامل، كانوا طالبنا بالشفافيه ديك النهار، طالبنا بالامور خصها تكون ستركتوري احسن من هكا. نتمنى بمكتب مسير زعما يعالج هذه الامور هذه كامل. هادشي كنتمناو. غادي نمشيو للمسائل التقنيه مع بورزوق مع طلحه الزميل ديالنا طريق النفاجي بلا شي في الرد ديالو الماتش ديال اليوم بين حوريه كوناكري الرجاء الرياضي. فاصل قصير ونرجع نكملوا. جوجو 47 دقيقة دائما مواصلين معكم برامج الشوط الثالث على أثير إذاعة أم أف أم. يلا مازالين مواصلين مصطفى طلعة حمزة بورزوق زميل طارق النفاتي بورزوق الرجاء حورية كوناكري الرجاء. جوج ديال الماتشات على العلامة الكاملة، كيفاش كتتصور الماتش ديال اليوم؟ الماتش ما غيكونش سهل، ماتش صعيب لأنه ماتش ديال لا شامبيونز ليغ وخصم اللي خص ناخذوا لا روفونش ديالنا منه. لانه راك عقلتي حوريه كوناكري كانت قصات الرجاء هنايا وانا كنت مع المجموعه اللي تقصينا يعني. ولكن شوف هذا العام حوريه كوناكري ماشي هي كوناكري ديال الاعوام السابقه. المهم حتى الرجاء ديال ديك الوقيته مصطفى راه ما كانش ماشي هي الرجاء ديال دابا. دابا الرجاء كاين شويه واحد كما كنقولوا واحد الفيق الرجاء الساعه
لا هادشي اللي بغيت نقول لك هذاك جيل وهذا جيل انا كنقول لك انا حوريه بالنسبه لي وهذا ظروف يعني كترج مقابلات بانت ليا بانت ليا في المتناول زيرو نقطه ما كانش من الصعب باش كنتي تشوف حوريه كنا في المجموعات كتحصد صفر نقطه راه ما يمكنش على بالك بان السنه ماشي راه صعيب راه صعيب الماتش راه حتى حتى هما من كبار القوم حوريه كنا كريتيهم رغم المستوى الضعيف ديالهم رغم المستوى الضعيف ديالهم عارفين راسهم غايجيو يلعبوا مع فريق عنده نفس نفس لي تيتر اللي عندهم يعني تي بارطاجيو لي ميم لا شوف حمزه نفس الحموله التاريخيه كما نقولوا على المستوى الافريقي خرج فايتهم انا شفتهم في المقابله الاولى ضد الطيف في نهزموا في الميدان ديالهم بل انا بغيت ندوي على انهم غادي يدخلوا غادي يحافظوا على لي شونس ديالهم يعني ملي كيبان لك في الميدان ديالهم نحقروهم اكيد ما غنحقروهمش ما غاديش ما خصناش نصغروا الماتش ما خصناش نعتمدوا على دوك النتائج اللي دارت الطيف ودارت امازولو خصك يقدر يكون ماتش بياج بالنسبه لينا ويقدر عاوتاني هذا الماتش هذا يحل لنا بزاف ديال الامور يخليك مرتاح بواحد بواحد النسبه كبيره النقاط كنظن الرجاء النقاط تاخذها في الفاز الي اش غيبقى لك مصطفى تعادل ولا ربح يبقى لك على حساب لادفيسير على حساب الماتش ديال امازولو على حساب الماتش ديال امازولو صافي يعني الا تعادلوا هاد لي دوز ادفيرسير صافي غيبقى لك غير اون فيكتوار ولا غيبقى لك عوري كوناكري طريق جوج ديال الهزائم جوج ديال الهزائم في العصبة الابطال كان قبل منهم نهضروا على فاش دازوا كانوا دازوا على الملعب المالي ربحوه بواحد لزيرو وجوج لواحد في الروتور كانوا خسروا مع سطيف بواحد لزيرو خسروا مع امازولو بواحد لزيرو عندهم زيرو نقطه ولكن في ماركين تابيت ما ماركي والو انا يعني كما قال لك بورزوك ما تحقرهمش وتخاف منهم يعني ما تستهنش بالخصم باش ما تكونش شي مفاجاه حيت بحال انه فريق عارق في بلاده فهمتيني هذه نقطه زوينه بورزوق لانه في الدوري عنده من المهم نهضروا على ابرز اللاعبين عنده هو ساليف كوليبالي وانوك اتاكيبي اللي هو جناح ايمن ديالهم وكاين ابراهيم سوري دومبايا في الدوري الغيني هو اقوى هجوم 22 هدف في 15 ماتش سجل عليه 3 ديال الاهداف يعني اقوى دفاع هما الاولين ومن نوفمبر ما تلقاو هدف في البطوله كيتلقاو في الافريكو في الافريك يعني ماتش بياج يعني هما مزيانين عندهم يعني مزيانين عندهم ومزيانين عندهم ما يجيوش يديروا المورال على دارنا وسوجو قدر يجي يلعب بدون مركب نقص لانهم حتى هما غيتبقاو طامعين في هذا الماتش هذا هو الماتش الاخر بالنسبه لهم الا كانت اون ديفات بالنسبه لهم صافي هما غادي ينساو التاهل وغينساو لا ليغ دي شامبيون هذاك الشيء علاش تنقول لك راه ماتش صعيب وي دونك من الاول ان شاء الله ديروا بريسينغ هون بريسينغ هون خنقوهم تمايا ونشدوها وما نتسرعوش وما نتسرعوش وخا يجي البيت حتى الدقيقة 91 المهم هو البيت المهم هو الانتصار هو عاوتاني خصك تماركي دغيا باش تضمن ماشي الاداء دابا هاد الساعة هادي حتى في الماتش ديال اليوم كاين ما عندنا علاش غنطالبوا بالاداء وحنا ما عندناش مدرب على عندنا السي بشعيب مباركي اللي كان جزائري الله يجازيه بخير هو السي بشعيب هو السي بكاري اللي داروا خدمه كبيره في هذا الماتش الاخر وعرفوا يخرجوا من اللاعبين داك الشيء الزوين وحمسوهم على المستوى النفسي من بعد هذاك الديكليك اللي كاين يعني ما غيغيروش شي حاجه على المستوى التقني او التكتيكي بزاف اليوم رباح بالنسبه لي خصنا رباح واحد الرجاء كتمر من هاد الظروف هذا ومازال ما كاينش مدرب خصنا نربح كيفاش غايجي هذا الرباح ما تيهمناش وقتاش غايجي حتى هو ما تيهمناش لو بلوز امبورطون ما نتسرعوش ما تماركاش علينا وخا تمارك علينا ما نزربوش نبقاو تايقين على اننا غنرجعوا في الماتش يعني هادو لي ديتاي دي بيتي ديتاي اللي خص اللاعبين ديال الرجاء ان شاء الله اليوم يتكونسونطراو عليهم ان شاء الله ويجيبوا 3 بوين ان شاء الله 3 بوين هي اهم حاجه في ان شاء الله هادشي اللي كتمنوا ان شاء الله الرجاء اليوم يحقق الانتصار ويوصل 9 نقط وقرب من ربع نهائي كاس او دوري ابطال افريقيا الوداد الزمالك غدا ما عرفناش بعدا كنباركوا بعد القرار الصائب اللي خداو المكتب الموسيقي ديال التعاقد مع السي عزيز العمري اللي من احسن المدربين اشتغلت في تاريخ ديال الكره المغربيه اللي ما حصلش ليا الشرف انني اشتغلت معاه ملي كنعرفو بيرسونيلمون بزاف وذكرت معاه ولعبت ضده بزاف وكنعرف الدراري وغنحاولوا باش عزيز العمري يكون معنا ما عرفتش واش يقدر يكون تكون عنده شي تدخل تقني في هذا الماتش هذايا لا يقدر ينفع اللاعبين
في نظرك حيت هو مستشار تقني دابا في الرجاء؟ مستشار تقني يعني واش مستشار تقني راه يقدر يتدخل مع المدرب لا جايبينه سانسيرم، لانه العامري عنده فكر كيتناسب مع الفكر ديال الرجاء البيضاوي. وقال يمكن صراحه لينا ذاك العام في مروره في برنامج الشوط الثالث لاحظتوا احنا تنعرفوا كورتو كنعرفوا العامري هو الخيار الانسب للرجاء البيضاوي. واخا علاش من علاش ما تكونش فيك المدرب غادي بحال لك ندوب بيناتنا زعما علاش انا بور موا خيار صائب من دابا نعطيه زمام الامور ماشي مشكل لانه قادر على السهام. وشوف السيد راه بصم على واحد المصاري وكندوي على واحد الهرم كبير ديال التدريب دي واحد جوج بطولات مع تطوان غير يحسب له العجله اللي بغيتي راه ندير الراجل اللي كندوي عليه ديال الضريبه وديال وكنضل العامري راه وليفيكاسيتي وليفيكاسيتي ماشي هذيك الضريبه ليفيكاسيتي ويشدك يخنقك. شوف كيبقى لعب ضد العامري وحصل لي الشرف لعب ضده بزاف ديال الخطرات ربحته وربحني ولاني كيبقى الخيار ديال شوف اللاعبين ديالو يشدوك حتى نقول لك كيبقى الاختيار ديال المكتب. دابا الخيار ديال المكتب هو اللي خصو يديسيدي ويقرر واش غيشوف هذا الراجل واش مناسب في الظرفيه الحاليه للرجاء اللي كان الله مشى المدرب واش الراجل المناسب مكان مناسب هو يكون هو العمري. تقدر تكون هذه انطلاقه كمستشار تقني ويقدروا يشوفوا فيه يعني كيشوفوا بان كل الفعاليات وكل جماهير يعني الرجاويه راه كتشوف فيه بانه اختيار صائب لحد الان كيقول لك اختيار صائب. حمزه تا هو دابا كيكونفيرمي الهضره ديالو هو عاش معاه تا هو عارف العقليه ديالو هو السيد تا هو مادام جا راه قدر يكون عنده حلم دابا لانه دائما كان كيصرح وكيقول بان الحلم ديالي نحقق نقدر هو ندرب فريق الرجاء الرياضي. العمري راه ملي كان هذيك السيد جاي على حب يعني انسان كيبان لك على حب الفريق كيبغي هذاك الفريق وجاي باغي يشتغل في هذاك الفريق ومده هو كيطمح باش يشتغل في الفريق هو تعطاته هذه الفرصه. انا بالنسبه لي انا لماذا المكتب يثق فيه هو نبيل ذكرتي واحد ذكرتي واحد النقطه اللي زوينه هو المكتب المكاتب المسيره ما كتكونش عندها الشجاعه على انها تعلن رسميا على على ان هذا هو المدرب اللي تعاقدنا معاه وكان تراو تيكون جس النبض واش الجمهور غادي يمشي مع العامري ولا ما يمشيش. الله يرضي عليك السي نبيل راه كلشي عارف هو راه مستشار تقني ولا كيما لازم مستشار تقني دابايا طرات مع كاموندي ومع سكيتيوي ومع طالب هذه السياسه اللي تقرر غادي بها. واخا نمشيو نهضروا على الماتش ديال الوداد الزمالك غدا عندنا منافسه الجوله الثالثه من دوري ابطال افريقيا الوداد الزمالك كنظن ماتش كيختلف بزاف على اي ماتش اخر كنعرفوا ديك المنافسه ما بين الفرق العربيه شمال افريقيا كتكون دائما صعيبه تلحى. الوداد غدا خصو يظهر بداك لافيرسيون اللي كانت كتخلع طوال السنه ديال السنوات الاخيره في دوري ابطال افريقيا. واش تايق بان الوداد غنشوفوا داك التوب ديال الفريق القوي غدا كونتر الزمالك؟ اول حاجه بنبيل كما تكلمت البارح وقلنا احنا الان كلنا وراء فريق الوداد الرياضي في هذه المرحله اللي كيمر منها. الحمد لله كما تكلمت قبيله وشكرت رئيس الجامعه وشكرت رئيس الحكومه والناس اللي سهلوا الماموريه دابا باش يرجع يعني الجماهير يعني الميادين جا في الوقت المناسب. حتى الوداد في امس الحاجه دابا للجماهير ديالو في الظرفيه اللي كيمر منها. الحمد لله كنشوف دابا كل اللاعبين ولا كل المدرب لا الجماهير كلشي فرحان. كنحسوا دابا بان الجماهير عندها واحد الدافع معنوي كبير بالنسبه للاعبين ديال فريق الوداد الرياضي سيغتو في المركب محمد الخامس لان احنا لعبنا قدام جماهير غفيره وكنعرفوا الدافع المعنوي اللي كيعطينا الجمهور لان الجمهور او المقابلات بدون جمهور بالنسبه لي انا ما كتسوى حتى شي حاجه بحال شي حاجه اللي ناقصها الملحه. ولكن دابا كنقول لك بانني عندي ثقه تامه بان الجماهير غاملي ولا اللاعبين من غادي يشوفوا دخلوا غيشوفوا الجماهير يعني غادي ينساو هذوك اللي فات وغادي ينساو هذوك المشاكل اللي دازوا منها ولا ديك المرحله ديال الفراغ. وعندي اليقين بان الوداد الرياضي البيضاوي غدا في المقابله ديالو ضد الزمالك غيظهر بثوب البطل. بالنسبه لي انا غدا غتكون انطلاقه الاولى للفريق الوداد الرياضي نحو التتويج ان شاء الله باللقب ديال الشامبيونز ليغ لاننا عندي ثقه انا في اللاعبين وفي المجموعه وفي المدرب وفي المكونات. وجاتني دابا واحد الفرج هو رجوع ديال الجماهير اللي كنت انا كنتسناها بشحال هادي يعني وتكلمنا عليه عده مرات الحمد لله. والان كنشوفوا الجماهير هي رجعات لانها غتكون عندها واحد الدافع وان شاء الله عندي اليقين بان الوداد غدا تقنيا تكتيكيا بدنيا ذهنيا غتكون حاضره
وان شاء الله غنفوزوا على فريق الزمالك ان شاء الله. شي كتمنوا طريق البارح يمكن الزمالك تدرب بمركب الرياضي محمد الخامس كان اناجب وشرقي الدراري ديالنا كاملين كان كلشي وكان كلشي موتيفي وكان كلشي طالع ليه المورال تما. الحاجه الاخرى على انه شفنا كاملين التصريح ديال الامير مرتضى منصور اللي تونوه يعني بالاستقبال ديال الجمهور المغربي وكيفاش يعني كيلقى راحته هنا لا ولا الفريق ديال نادي الزمالك. قال لك على انه ما كاينش اختلاف يعني ما بين ماتش ديال مصر وديال ديال هنا كيلعبوا في المغرب. ضربوا مع ايضا على بن شرقي وخذوا يعني هضر مع بن شرقي وبن شرقي كان كيسمع لانه كان حداه وقال لك يعني كيبقى اختيار ديالو على انه لا بغى يبقى فمرحبا به ما بغاش راه النادي ما كيوقفش على اي واحد. طولات القضيه ديال بن شرقي بزاف وكنضل معنا الناقد الرياضي المصري الصحفي المصري حميد وجدي القريب من فريق الزمالك المصري باش يقربنا من اخر اخبار خصم فريق ويلز الرياضي في الماتش ديال غدا. حميد مرحبا بك. مرحبا بك واهلا بكم بالمستمعين الكرام. مرحبا سعداء انك تكون معنا في حلقه اليوم وشكرا على تلبيه الدعوه. حميد يعني بغينا ما كرهناش قربنا من اخر استعدادات فريق الزمالك المصري قبل مباراه الغد ضد فريق الوداد. ده شرف لي طبعا وجودي معاكم. في البدايه عايز اقول لكم ان معسكر الزمالك في حاله من الارتياح. النهارده كان الاستاذ احمد مرتضى منصور رئيس بعثة نادي الزمالك اتكلم مع اللعيبه ان خلاص ماتش الوداد هو ده يعتبر البطوله بالنسبه للاعيبه الزمالك. الفوز بيه خلاص رجع الفريق الامل اللي هو يصعد من دور المجموعات. وعد اللعيبه بصرف جميع المستحقات واي مشكله بتقابل اي لعيب في النادي هيتم حلها فور رجوع اللعيبه من المغرب بعد الفوز. اللعيبه بالنسبه لحضور الجماهير شايفين ان ده عادي. تعرضوا المواقف دي قبل كده سواء بوجود جماهير في مصر او بره فشايفين ان وجود الجماهير هيكون ضغط على لعيبه الوداد اكبر من لعيبه الزمالك خاصه ان الوداد اخر مباراه خسران والامور ماشيه مع فريق الوداد بنفس الكلام اللي مش نصابها الصحيح. نعم تفضل يا طارق. اخي حامد السلام عليكم. عليكم السلام. اخي حامد كنشوفوا على ان النتائج الاخيره ديال نادي الزمالك يعني كنشوفوا على ان النتائج يعني ماشي في القيمه ديال نادي الزمالك. شفنا تعادل ديال ان بي شفنا يعني هزيمه امام فاركو غزل المحله امام سيراميكا شفنا ايضا هزيمه من طلائع الجيش شفنا يعني التعادل ديال بيترو اتليتيكو ايضا الهزيمه ديال سموحه وشفنا ايضا تعادل ديال ساغرادي. يعني كنشوفوا نتائج يعني سلبيه ديال نادي الزمالك قبل مواجهه فريق الوداد الرياضي. هو بالنسبة انت بتتكلم على مباراة غزل المحلة وفاركو ده كان في كاس الرابطة فبالنسبة لنادي الزمالك دي كانت يعني زي الماتشات الودية كان بالنسبة له هو بيجرب لعيبة بيشوف من يلعب من هيكون موجود اساسي فبالنسبة له المباراة دي كانت عادي. بالنسبة طبعا المباراة الرسمية في الدوري سموحة اكيد اثرت على نادي الزمالك بس بالنسبه زي ما كنت بتكلم دلوقتي ان مباراه الوداد دي خلاص هي البطوله يعني موسم الزمالك بالفعل يعني قدر اللي هو يكسب الوداد هيقدر اللي هو شايف ان اللعيبه خلاص يقعد لها الروح الفرقه تاني بدات تكسب فبالتالي هيبقى مشوار الفريق في البطوله كويس يقدر يصعد من دور مجموعات فيرجع للزمالك الموسم ان في بطوله ينافس عليها. الخساره هتعني ان الزمالك الموسم الحالي خلاص الموسم كله خلاص اتضرب بالنسبه للدوري بالنسبه لدوري الابطال فمبقاش في بطوله غير كاس مصر. وطبعا انت عارف اللي كان في انتخابات فالدنيا والايقاف القيد فده كل ده مأثر على الزمالك. فعشان كده بقول لك ان بعد الاجتماعات احمد مرتضى او الاستاذ امين مرتضى مع اللعيبه خلاص ان هو لازم الفريق يكسب في مباراه بكره امام الوداد. طيب غنمشيو توقفوا مع فاصل بقى معنا الزميل حميد وجدي صحفي المصري دائما الحديث على ماتش الغد ما بين الوداد وفريق الزمالك. فاصل وراجعين نكملوا هذه ثلاثة وثلاثة ديال الدقائق مستمعين مازال مواصلين معكم برامج الشوط الثالث الاجل اذاعه ام اف ام. يلا باقيين دائما الحديث على الماتش ديال الغد ما بين الوداد وفريق الزمالك المصري دائما معنا الصحفي المصري والناقد الرياضي حميد وجدي. الزميل حميد مرحبا من جديد. مرحبا بك. مرحبا تفضل يا طارق. انت بغيت نسالك عفوا اخي حمد على القضيه ديال اشرف بن شرقي اللي طولات يعني شفنا مده ديال سنه او اكثر هما في التفاوض مع اشرف بن شرقي بغينا نعرفوا غير الجديد ديال اشرف وايضا حتى القضيه ديال محمد اناجم اللي سمعنا على انه ما بقاش غيكمل مع فريق الزمالك.
تمام. بالنسبه لملف اشرف بن شرقي، بالنسبه لاداره الزمالك شايفين ان موقف بن شرقي نفسه غير واضح، اللي هو بيتكلم اللي هو عايز يكمل مع الزمالك، او بيتكلم ان هو بشكل واضح ان هو عايز الزمالك يفوز بالبطولات وان هو يسيب الفريق والفرقه بشكل كويس. فده مسبب حاله غضب من الجماهير الزمالك والاداره، ان اللاعب يعني مش مدي في الاخر ان هو عايز ايه او هيعمل ايه، وفي نفس الوقت مستوى الفتره الاخيره منخفض، فمش عارفين اللاعب دماغه رايحه لفين، هو مش واضح في كلامه. تاني حاجه، الزمالك كان رافض، مجلس الاداره الحقيقي رافض وجود اي شرط جزائي في عقد اي لاعب هيتم تجديده. اتكلموا مع اشرف بن شرقي ان احنا ممكن نحط شرط جزائي في العقد، ولحد دلوقتي برضه اشرف بن شرقي لم يحدد هو باقي مع الزمالك ام سيرحل. نعم، بالنسبه للأوناجم، بالنسبه للأوناجم النادي قرر بشكل رسمي، وانا بقول لك هو خبر ليكم انتوا، ان خلاص عدم التجديد لمحمد أوناجم بسبب انخفاض مستواه الفترة الأخيرة وعدم تأقلمه مع نادي الزمالك. والسبب الثاني ان هم شايفين ان بيحصل على 700,000 دولار سنويا، فشايفين المبلغ كبير، فأوناجم خارج الزمالك بنهاية الموسم. نعم، اذا يمكن بالنسبة لكارترون، عشان يعني كنا بنتكلم عن مباراة الوداد، عايز اقول لكم ان مصير كارترون مع الزمالك هيتحدد بمباراتي الذهاب والإياب، اللي هي مباراة بكرة والإياب في القاهرة. ففي حال فشل كارترون في التأهل نادي الزمالك من دور المجموعات، كارترون هيكون خارج نادي الزمالك. هو اعتبره خسر غدا. لا، ان شاء الله الزمالك يقدر يكسب اكيد الجمهور، لان الجماهير الوداديه رجعت للميادين. هذا هو السؤال استاذ، هل الزمالك قادر انه يخرج بنتيجه ايجابيه رغم وجود الجماهير الوداديه اللي هي قوه الوداد؟ وغنشوفوا وداد المصريين حيشوفوا وداد بشكل تاني، ده اكيد. عايز اقول لك، والمغاربه برضو وبالاخص جماهير وداد هتشوف زمالك بشكل تاني، لان الحاله اللي فيها في المعسكر اللعيبه مركزين، واللعيبه بتتكلم ان ده تاريخهم، فبالنسبه لهم هتبقى مباراه حياه او موت، اللي هم لازم يكسبوا الوداد علشان يقدروا يصعدوا. نعم، فهي دي الفكره. الوداد زي ما في الزمالك في تخبط وهزائم في الفتره الاخيره، الوداد نفس الكلام، وانا اعتقد ان شايف ان الزمالك الاقرب اللي هو يفوز بكره. انت زملكاوي يا حامد، واحنا باين فيك. انا عارف واحنا غنوعدك غدا ان شاء الله. عارف ان سؤالك بعد اجابتي دي هتقول لي انا زملكاوي. والله ولا انا زملكاوي ولا اهلاوي. اشوف غدا ان شاء الله غادي تشوف وداد ان شاء الله بشكل اخر، والوداد غتشوفها بتوب البطل ان شاء الله. وغنوعدوا بان الجماهير الوداديه غتكون ان شاء الله في الموعد، اللاعبين غيكونوا في الموعد، وان شاء الله الزمالك نتمنوا الفوز. لا، الزمالك غدي ما تعاود ان شاء الله. عرب وان شاء الله الافضل يكسب. حامد، حامد الزمالك وكارتينون غيدوا ما يعاودوا ان شاء الله غدا. حامد هو سامع واضح تاني؟ معلش ما سمعتش. هو عندي 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 سؤال خارج يعني عن لقاء الزمالك والوداد. هو هل صحيح انه فريق الرجاء يعني قام بالتفاوض مع حسام حسن وابراهيم حسن للاشراف على التدريب؟ لا، هو المعلومه الاكيده اللي عندي ان نادي الرجاء تواصل رسمي مع معين الشعباني، وكان اتكلم ان هو عايز يدفع شرط جزائي اللي هو بالغ شهرين، اللي هو 100,000 دولار. الو، انا سمعت الو 100,000 دولار. لكن معين الشعباني نفسه رافض ان هو بشكل رسمي ان هو يدرب الرجاء لضعف مرتب. بياخد في النادي المصري 50,000 دولار، الرجاء عرض 30,000 دولار، فهو رفض بشكل رسمي، يعني رفض بشكل رسمي اللي هو هيجي يدرب الرجاء. رقم اتنين، معين الشعباني عنده عرض في الدوري السعودي وعرض براتب كبير، ونادي المصري عقد جلسة مع معين الشعباني، وهو وعدهم اللي هو بالنسبة لمفاوضات الرجاء خلاص اتقفل تماما، وهو مش حابب ان هو يكون موجود في الدوري المغربي. نعم، إذن هذه يمكن امور اللي تحسبت بشكل نهائي بالنسبه لمعين الشعباني. بالنسبه رجعوا للماتش ديال غدا ما بين الوداد والزمالك، واش وفقا لاخر الحصه التدريبيه ديال فريق الزمالك، واش غادي يشوفوا غدا بالشرقي وناجم
في الماتش ديال الزمالك كونتر الوداد واش غتشوفوهم رسميين، خصوصا كنعرفوا بانهم لاعبين سابقين ديال فريق الوداد الرياضي، ماشي لاعبين سابقين عاديين، لاعبين اللي تالقوا في 2017 المصير ديال اوناجم باين محسوم، يعني قال لك تراجع، قال لك تراجع المستوى، ولكن يقدر يثبت على انه يعني في الماتشات اللي جايين يقدر يبين ويخلي على ان الزمالك تراجع على القرار وما يلعب، ما يلعبش غدا لا، واش الضغط واش غيقدر يشكل عليهم ضغط انهم يلعبوا في المركب الرياضي محمد الخامس امام الجماهير ديال فريق الوداد الرياضي، واش غادي نقدروا نشوفوا بن شرقي وناجم في اللقاء ديال الغد؟ الو 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 معك. بالنسبه ألو. لموضوع بدر بنون، لا لا لا، بن شرقي، بن شرقي وناجم بن شرقي وناجم، انا الصوت بيروح ويجي، فانا مش بصراحه انا قول لي ما فهمش. كتسمعني دابا؟ عندي سؤال. تمام، اسمعك دلوقتي. تمام، طيب بن شرقي وناجم، بالنسبه لبن شرقي وناجم واش غادي نقدروا نشوفوهم في لقاء الغد ما بين الزمالك والوداد، خصوصا انهم لاعبين سابقين ديال فريق الوداد، واش غادي يشكل عليهم ضغط انهم يلعبوا بالمركب الرياضي محمد الخامس امام جماهير فريق الوداد؟ لا، بالنسبه لمشاركه اوناجو بن شرقي النهارده اتحدد في التدريب الاخير نادي الزمالك التشكيل الاساسي اللي يلعب بيه، بس عايز اقول لك ان تم بالفعل عقد جلسه مع اشرف بن شرقي ونجم في نادي الزمالك، عارفين ان هم اولاد الوداد المغربي زي ما بيقول، فاتكلموا معاهم ان اكيد طبعا عارفين ومقدرين الحاله اللي هم فيها، اللي هو كان بيلعب في الوداد وهم قد ايه بيعشقوا الوداد، بس في الاخر هم دلوقتي لاعبين في نادي الزمالك، هو لاعب محترف، فاكيد يعني وجود مشاركتهم اساسيه من عدمه دي هترجع للمدير الفني. نعم. فبالنسبه للاعيبه كمان ما عندهمش اي مشاكل اللي هم يبداوا اساسي او حاجه، يعني في الاول وفي الاخر هو دلوقتي لاعب في نادي الزمالك. نعم، كنشكرك جزيل الشكر زميل حامد وجدي، شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات اللي قربتينا منها، شكرا. ما قفل معاكم، كنت عايز اوضح نعم. لكم موقف بدر بنون اكيد يخص الشارع المغربي. اتفضل. في منتصف الاسبوع الحالي بدر بنون هيجري اشعه وفحوصات جديده على عضله القلب لمتابعه الحاله الصحيه ومدى زوال التهاب عضله القلب، وبناء على هذه الفحوصات والاشعات هيتحدد اذا كان بدر بنون هيستمر في الراحه والابتعاد عن التدريبات ام العوده تدريجيا لتدريب الكره. ونتمنى ان شاء الله يعني عودته سريعا ان شاء الله ويكون اساسي مع النادي ان شاء الله. كنتمنى وشي، كنشكرك جزيلا على هذه المعلومه وعلى كل المعلومات اللي قربتينا منها، شكرا زميل حميد وجدي صحفي المصري والناقد الرياضي المصري. اذا يمكن معلومه مهمه، كنتمنوا ان شاء الله بدر بنون اضافه كبيره لكره القدم الوطني وكذلك الفريق ديالو فريق الاهلي المصري. بنون كيمر فتره صعبه شخطو شغل بلون بسيكولوجي، يعني نتمنى اللاعب ان شاء الله يعرف يجيري هذه المرحله هذه، وكنتمنوا ليه الشفاء العاجل، وكنتمنى على انه يكون ارتاح، ونتمنى الفحوصات ان شاء الله تخرج ايجابيه ان شاء الله، ما تكونش في صالح ان شاء الله سلبيه من ايجابيه. لا ما تخرجش في صالح، تكون ايجابيه لي، لا تكون ايجابيه لي حتى على سوغ بلون يعني مونطال، يعني باش ترجع اللاعب ترجع لك الحيويه ويرجع المورال ليه، يعني وترجع يكون ايجابي هو بالنسبه لينا، ويرجع لان امس الحاجه المنتخب الوطني المغربي ليه والنادي ديالو، وحنا بدر بنون المدافع كبير، وانا راكم دائما يعني كنشيد بالكره ديالو باللعب ديالو بمجهود ديالو، يعني كورته كبيره صراحه، نتمنوا له الشفاء والرجوع في اقرب وقت ان شاء الله الى الميادين الرياضيه. واخا طلحه نفس السؤال، المشاركه ديال بن شرقي، سوتو بن شرقي اكثر من اوناجم، واش غادي تكون الضغط عليه امام جماهير فريق الوداد ولا بالعكس في نظرك؟ انا اول حاجه السيدي الاول الماتش الاخر بن شرقي ما لعبش من الاول، ما دخلوش، يعني يقدر ما يقدرش حتى باش دخلوا بان اشرف بحال فهمتي ما عجبوش الحال، بحال ما عجبوش الحال، حتى نتفرج في الماتش بان بحال ما عجبوش الحال، حتى لو روندمون ديالو ضيع شي كواري فهمتيني، المولف هو كيدير فيهم الحل، ما كنقولش راه كان خايب غير ما كانش داك اشرف اللي مولفينه هو، لانه كان عليه واحد شويه ديال الضغط مع شويه ديال الانتقادات هذيك السيمانه، وحتى المدرب حتى هو نجر في هذاك الشيء وبركو. انا كيبان لي واحد القضيه يعني بان اشرف بن شرقي، ما عرفناش شنو هما الخيارات اللي غيكونوا عند المدرب، انا اول يلعب اوباما وشي كابالا ولا غيلعب بن شرقي. نهضروا على الامور بدا التقنيه والمستوى ديال بن شرقي اللي بان لي في تراجع، يعني الفتره الاخيره
يعني ترجع من كأس عربية من كأس العرب لدابا بن شرقي ما بقاش في ذاك المستوى ديال بن شرقي اللي كان كنعرفو الزمالك اللي كان لاعب اللي كيدير لا ديفيرونس كيدير الفارق كيسجل يعني لاعب بعد ملي جا من المضاربة مصطفى راه كانت الرياكسيون ديالو وي دابا كنهضر دار واحد ثلاثة الماتشات مزيانين هي اللي فين عيط عليه راه راجع بزاف العوامل غنتكلم لك عليها أولا كيبان لي أن بن شرقي ما باغيش يجدد مع الزمالك لا هذه راه عارفين هذه غنقولها لك وهذه بين العوامل ماشي مصطفى راه كانوا اتفقوا مع ذاك المكتب الأول اتفقوا على واحد المونطو واتفقوا على واحد الشرط الجزائي وهذاك الشرط الجزائي هو اللي فيه ملي جا هذا المكتب الجديد ديال مرتضى منصور بدل هذاك الشيء كامل قالوا لي لا جا السي بن شرقي هذوك راه ما تيعرفوش يسيروا ولكن طول اللي غادي ولكن ما تعاملوش معاه وما عطاوش قيمته هذا الشيء اثر عليه وهذا الشيء اثر عليه ماشي ودايرين عليه ضغط اعلامي باش يجددوا التفاوض بدا مع امير مرتضى ومع مرتضى منصور قبل ما انهم يديروا عليهم قبل ما يتبدل جا المكتب الجديد جا المكتب الجديد داك اللي كان ما كانش كيسير مزيان بصح واحد راه توفى واللي جا الثاني ما كيعرفش يسير لانه باش تريح وتواعد لاعبين بهذاك المبالغ الكبيره وبديك الشروط الكبيره ما كتعرفش تسير حيد جا مرتضى قال لي غنبنيو على نفس التفاوض اللي كنا فيه واللي انت وافقت عليه وموافقين على القيمه الماديه غير هو باش نهضروا على ان بن شرقي هذا من مصدر خاص بن شرقي عنده عرض كبير ما بغاش يفصح عليه دابا الله يسهل عليه واخا ناخذوا معنا واحد من الاسماء اللي كيف ما قال بورصو كبويا خلاو لومبرانت ديالهم في كره القدم الوطنيه سي عزيز العامري المستشار التقني الجديد لفريق الرجاء الرياضي سي عزيز مرحبا بك مرحبا وشكرا مرحبا وسعداء انك تكون معنا في الحلقه ديال اليوم دائما فاش كنصادفوك دائما كنستافدوا منك ومن الخبره ديالك سي عزيز بدايه كيفاش جا يعني الدعوه لانك تكون مستشار تقني جديد فريق الرجاء الرياضي كيفاش كانت المفاوضات ويمكن هذه القضيه كنتي كتلمح لها منذ زمن طويل على انك كنتي كترغب انك تشتغل في فريق الرجاء الرياضي ماشي كنرغب ما تقولش كنرغب والله كيبقى فريق الرجاء فريق كبير عندي رغبه لديك رغبه في تدريب فريق الرجاء الرياضي رغب يطلب اكيد لان فريق الرجاء واش كيتمناه بيان سور لان بالجمهور ديالو يعني بالمثيرين ديالو وبالناس واللاعبين ديالو والنتائج ديالو اللي حقق يعني هذا شرف كبير لاي مدرب فهمتي وشرف كبير لينا بعدا نسمعوا الصوت ديالك السي عزيز العامري الله يبارك فيك وسانسيرمون انايا من الناس المعجبين بالسي عزيز العامري وبطريقه التفكير ديالو وبالمسار تبارك الله واخا انا باقي صغير فهمتيني وليني انت هرم من الاهرامات اللي كاينين عندنا في التدريب الحمد لله السؤال ديالي لك السي عزيز هو بغينا نعرفوا شنو هما الادوار اللي دابا يقدر يدير السي عزيز العامري في الرجاء او شنو هما الادوار اللي عطاوك المسيرين دابا في هذا الوقت الحالي السي عزيز هو مستشار للرئيس لعبدي الان ولكن باقي اجتماع مع الرئيس لان كنا واحد اللجنة البارح درنا واحد اجتماع على المدرب اللي يمكن يعني يكون مع الرجاء درنا واحد الاجتماع وخرجنا بواحد التوصية بيناتنا وكل واحد عطى الرأي ديالو احنا بغيناك انت السي عزيز احنا بغيناك انت ان شاء الله مرحبا علاش لا والله السي عزيز الا عندنا فيك الثقه الكامله وعارفينك انك ان شاء الله غادي دير دي شوز واش كاينه الامكانيه السي عزيز كاينه الامكانيه كل شيء ان شاء الله ان شاء الله كل شيء بيد المسيرين هذا هو المهم كل صراحه لان اللي خاص في الرجاء هو المستقبل هو المستقبل لان ولو ندربهم انا شحال غنستمر معاهم المستقبل هو نكونوا مدربين في المستوى لا لا فورماسيون لا ليكيب بريمير هذا هو الهدف ديالي هو اللي باغي انايا هو هذاك الشيء ديالي ما يمشيش ضايع يعني. على الاقل كاينين هاد 40 عام ديال التدريب على الاقل كاين اللي غيستافد منها كاينين اطر عند الرجاء كاينين لعابه لعبوا واحد الكره كبيره في الرجاء بامكانهم يوليو مدربين كبار وهذا الشيء اللي بغينا للرجاء ما تبقاش الرجاء ديما كتبحث على مدرب اجنبي من هنا وهذا الشيء ما عمرو بغيت تبقى انت كتشوف شحال يعني دابا غير تقريبا من سبتمبر حتى دابا ثلاثه المدربين ولا اربعه
انت راه ما يمكنش راه مدرب تيجلس 4 سنين 5 سنين على الاقل ماشي 4 د المدربين في 6 شهور انت وهذا الشيء الرجال هذه المساله اللي قلت لك لان خاص شوف انا اعطيك واحد ليكزامبل سهل هو هو غوارديولا غوارديولا دابا فين وصل احسن مدرب في العالم ولكن كيبدا اللي ناقص ليه ما تمشي لكيبدا دابا لي جاي ديال بارسا فليس فوار ديال بارسيه اكتشفوا كريف هذاك اللي سمعاه يهضر معاه ولا وقف معاه وكيعاونوا داك الشيء حتى ودارها قبل من غوارديولا كريف دارها مع ريكار لان ريكار كان قبل من غوارديولا وهذو كلهم تم التكوين ديالهم يعني في برشلونة وهذا الشيء اللي بغينا حنا يا هادي وشوف دابا غوارديولا احسن مدرب في العالم هذاك الشيء لك يعني الاوتور يعني المؤثر يعني المؤثر السي عزيز العامري دابا او اللاعب اللي غيلعب في الرجاء خصو يكون كيحمل المواصفات باش يلعب في فريق الرجاء البيضاوي وضروري لان كتلعب في الرجاء راه كتلعب يعني قدام واحد الجمهور راه وقيلا يمكن جمع وقيلا واحد 20 فرقه يلا يمكن يكون عند الجمهور ديال الرجاء في المغرب في المغرب او في العالم في المغرب انا عطيت غير واحد الشيفر قدك اما راه عندنا فرقه سي عزيز عندهم جمهور كبير تاهم انا كنهضر الجمهور اللي كيدخل اللي كيدخل الملعب ماشي الجمهور اللي كيبغي الرجاء الجمهور اللي كيبغي الرجاء راه في المغرب كله كيبغي كيبغيو الرجاء اكيد انت ولا لا اذا هاد اللعاب اللي غادي يحمل هاد القميص راك عارف كيخصو يكون انت راك رانا ملي كنبقى نفكر الرجاء وكنبقى نفكر الاسماء اللي لعبت في الرجاء بحال المرحوم دوربي والمرحوم بيتشو وعلى اللعابه كي كانوا في عمار وواحد المجموعه ديال اللعابه كانت عندهم واحد التقنيات عاليه وكلهم ولاد المدينه ولاد الدار البيضاء يعني راه بامكان فريق الرجاء يرجع لهاد السياسه القديمه بطريقه علميه لان ما كانتش طريقه علميه دابا كاينه يعني انفورماسيون ديال لي جون جوار وانفورماسيون ديال لي كادر اللي كيحبسوا من الكره ما يساليوش باش يحبس من الكره دار 38 عام وخرج خصنا نتبعوه ونجيبوه باش يولي اون كادرور وهذيك ملي كيبدا اون كادرور يمكن في الاسبوار ولا في السيور ولا هذه كنبقاو عاوتاني متبعينو باش نشوفو شكون من دوك لي زون كادرور اللي عندنا في الجون اللي غدا يقدر يصبح اونترينور ديال ليكيب بريمير راه هذا شوف من غير هاد المساله هذه راه ما عمرك تلقى شي حاجه اللي تبرد لك القلب مدرب اجنبي تقول غادي نجيب مدرب اجنبي اولا المدرب الاجنبي اللي كانت عنده كفاءه كبيره ما غايجيش للمغرب دي ولا لا علاش عنده اقبال تما في الدوله ديالو وإذا كان مرفوض في الدولة ديالو راه ما خصوش يكون مدرب وهذه المسألة هذه راه خص الرجاء هو المسألة اللي كنفكروا فيها هي هذه يعني مع الرئيس ومع المكتب المسير باش نحاولوا نغيروا الاتجاه ديال فريق الرجاء ما هو تقني طيب واضح سي عزيز تفضل اطلع سي عزيز السلام عليكم سلام اولا السؤال ديال السعز هو ان السعز العمري ما عودناش على يعني ياخذ بحال المناصب يعني في التاريخ ديالك التدريبي دائما كنشوفوا السعز العمري مدرب رسمي يعني فرق اللي خديتي الالقاب ديالك مع تطوان مع يعني والفرق الكبيره تاعي بحال لي فاغ يعني وانت كنعرفوك كنت صديق قاسم والتاريخ كبير ديال صديق قاسم يعني اشرح لنا كيفاش تقبلتي يعني هاد الدور هذا اللي انت ما معودش عليه يعني في المسار ديالك التدريبي لا هذه القضيه ديال ما متعودش عليه راه متعود عليه غير هو طريقه الناس ما كانوش عارفين الناس ما كانوش عارفين دابا انا في تطوان راه ما كنتش غير اونترينور راه كنت اونترينور وكنت ماناجي جينيرال مشرف كتشيل لي كاتيجوري كاملين هما اللي كان يعني ملي كنسالي التدريب ديالي مع الفريق الاول كنا كندربوا في الصباح كنسالي في 12 من 12 حتى 6 د العشيه وانا مع الفئات يعني مع المدربين مع يعني كنا نعطيهم دروس ديال التكوين كيفاش يتكونوا كيفاش لان الحمد لله دابا في تطوان الاطر كلها ديال الفئات الصغرى كلها عندها تكوين وكلهم في المستوى
دائما غيبقاو يطلعوا لعابه في المستوى وغادي يبقى دائما الفريق عنده واحد الاستقرار تقني. الا مشاو في هذا النهج هذا اللي كنا مشينا فيه انا والحاج ابرو. نعم تفضل يا طارق. السلام عليكم سي عزيز. سلام سي عزيز. بغيت نسولك يعني بحكم انكم درتوا الجلسه الاولى يعني مع رفقه الرئيس، واش قررتوا على خديتوا يعني واحد الفكره على المدرب اللي غيقدر يكون يقود فريق الرجاء الرياضي في المنافسات يعني في باقي المقابلات؟ ايوا اش غادي نقول لك، انا صعبت عليا باش نختار مدرب ما كنعرفوش انتي، لان فاش كنشوف هذوك لي سي في، فاش شفتوا لي سي في وقت كنشوف دوك لي سي في كنشوف غير السي في، ولكن واحد المثل تيقول قال لك لو ماسون اون لو فوا او مور، يعني الا بغيتي تحكم على واحد يعني واحد البناي راه شوف كيفاش كيبني ماشي الدبلوم ديالو. دونك انا قلت لهم يطلع لك شي حيط عوج ياك السي عزيز. يطلع لك شي حيط عوج السي عزيز. هو هذا اللي كنخافوا كل عزيز، هذا اللي كيضر معاك لابور الزوق، هذا راه حمزه تحياتي السعادي. خاف من الشحيط عوج. اكبر شرف ليك، اكبر شرف ليا هو ندوي معاك السعادي. الله يبارك فيك، بارك الله فيك. هذا المساله ديال اختيار مدرب ماشي هذه ماشي ورقي ديال ورقي ديال الكارطات غتديرها وتقلبها وتلعب بها، راه هذه راه يعني يقدر غير يبدا في الحصه الاولى والثانيه وتكتشف بانه غادي يعوج، لان سمعت انايا غادي يتادبط مع الكره دراجه. قلت لهم لا، يعني الاخوان في الاجتماع قالوا بان راه غادي يتادبط غيعرف الكره دراجه ويتادبط معها. قلت لهم لا، قلت لهم لونترينور ملي كنشوف من قبل ما نجيبوه كنشوفوا الكره اللي كيلعب، واش هذا غادي يدير لنا الكره اللي بغينا واللي باغي للرجاء ولا لا. ماشي تقول لي تادبط على الكره ديال الرجاء، كي غادي يتادبط ما يمكنش. سي فري هذيك يعني الا قلت له الا كيلعب لاطاك بلاصي ولا كيلعب الكونتر ولا كيدير البلوك با ولا البلوكو صافي با، شنو هو تيبغي حنا ما عارفينوش. يعني هو اللي خصو ابليكي السيت دو جو ديالو، هو خاصو هو اللي خصو يابليكي السيتو جو ديالو الخاص به هو في الراجا. هو غادي خاصك انت تجيب لونترينور كي ابليك لو فوتبول اللي كدير الراجا، ماشي تفرض عليه ابليكي. الله يقدر. واش هو 10 سنين هو خدام بواحد الشكل وتجي انت تقول ليه لا حنا الراجا راه ما كنلعبوش هكا، غادي تلعب لينا هكا، راه ما كايناش هادي. سي عزيز واش من خلال الهضره كتقول واش كتوحينا شويه على ان قبل ما تكمل قبل ما تهضر واخا قول دابا غوارديولا علاش تختار؟ علاش؟ علاش؟ علاش بغاتو السيتي؟ علاش؟ على الكره اللي كيلعب هو، ماشي هي غتقول لي لا انا لعبنا هذه الكره. السي عزيز احتراماتي لك وتحياتي، وانت دائما كتبقى مدرب كبير بالنسبه لنا كمغاربه، حنا راه واجهناك ملي كتلعب في الوداد الحمد لله واجهتك عدة مرات، ولكن السؤال اللي محيرني هو انك نعرفوا عز العمري يعني راه عايش شي واحد المدربين كبار في العالم في الحقبه تقريبا ديالك، وكنعرفوك بان شفتي مدربين يعني لا هضرتي على المدربين البرازيليين المدربين الانجليزان المدربين الفرنسي، ولكن علاش تثبتي بهذا الفكر ديال غوارديولا ديال كريف؟ هو شعلي الانجليزيه لا هذاك السين ماشي ديال غوارديولا ديال كريف، ولكن الطريقه علاش انت كتبان لك بان الطريقه دابا ديال غوارديولا هي احسن طريقه اللي كاينه دابا يعني، وما شفتيش مدربين اللي دازوا مدربين كبار علما انه مؤخرا كيتحقق شي القاب بزاف مؤخرا، ما داش القاب ما داش القاب على هذيك كاس الرابطه الانجليزيه وديك البريمير ليغ هذوك ماشي القاب، دابا الرابطه حتى هي على هذوك ماشي القاب القاب. خلينا السي عزيز يشرح لنا. يلا السي عزيز دابا نعطيكم غوارديولا. غوارديولا ولد واحد المدرسه كبيره في الكوره، هو كريف فهمتي، ماشي برشلونه، لان برشلونه في التاريخ ديالها ما عمرها كانت فرقه كبيره. دابا كنعاود لكم انا حوايج اللي ربما انتم ما عشتهمش. برشلونه كانت فرقه عاديه، وفرقه اللي كانت جلست 14 عام ما تكتب حتى شي تيتر، حتى جا كريف اون طون كاتاكون 74 فهمتي ولا لا، فاش لعبوا لا فينال ديال الكوب دي موند كانوا شراوه ديك الساعه
الساعات هذيك الساعات شحال كانت تشرب 700 مليون كرايف جمهور جوار دي مون. وكان جا البرسلون ان طوك جوار وافون سونتر ودات اول تيتر من 14 عام داتها مع كرايف. كرايف مشى بحالاته مشى رجع لهولندا واحد الوقيته ترينا ليكيب ديال اجاك ودار ليهم يعني داكشي اللي خصو يكون في اجاك هو اللي باقيين دابا كيعيشوا الان فهمتي دير اوفرمارت دابا راه هو لو ديريكتور تكنيك وهذاك الشيء ديال اللي ديال اوفرمارت هو اللي عطاه كريف. دونك ملي جا برشلونة اون طونك جيباش جابوا لابورتا اون طونك جا بعدا اون طونك كونترينور مع نونيز انتي داك المكلخ ديال داك نونيز نونيز حيت شوف علاش قلت لك مكلخ لان ما تقدرش تقول لكريف سير بحالك ما تقدرش تجي تصيفط لي فيس بريزيدون للتيرا ماشي حشومه تصيفط ان فيس بريزيدون للتيرا يقول لك كريف راك ما بقيتيش هو اون بلان سيونس دونترينمون شتي شحال خايبه ما تقبلش اللاعب قال لي راه قال لك بقى خرج كريف انتي ولا لا والله العظيم راه خرج زعما بواحد دونك خرج من الباب من الباب ضيق حتى هو وشوف اشنو دار عطاهم اربعه ديال لي تيتر متابعين هما حياتهم كلها جايبين ديك الساعات 14 داو تيتر واحد ومعاه هو ملي جا افون سونتر فهمتي ولا لا ودا معاه داو 4 تيتر وان شاء الله وشامبيونز ليغ وحده مع سامبدوريا دونك وتجي انت تقول من بعد مشى وحيد من الكره بغاو الفرق العالم كله وحلف ما يدربش شي فرقه من مورا هذاك الشيء اللي وقع ليه حلف ما يدرب حتى فرقه في العالم بغاتو البير بغا كاع الفرق ديال العالم بغاو وحلف ما يدربش ولا كيدرب ديك ليكيب كاتالان ديال لي كاتالون واحد الفرقه صوبوها ولا هو لونترينور ديالها وكيلعب معاهم وسميته لونترينور ديال ديك ليكيب كاتالان. من بعد جا لابورتا وعطاه لا ديريكسيون تكنيك فاش لا ديريكسيون تكنيك هي فاش كان جاب سميتو هذاك لونترينور هولندي ومن موراه جا 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 ملي مشى هذاك لونترينور هولندي جا غوارديولا بغاو اونترينور قال لهم غندير غوارديولا قالوا شو ما بين مورينيو وغوارديولا هو فضل كاريكار قبل هو فضل كاريكار كان قبل هو فاش بغى يدير غوارديولا ما ضجا في برشلونه ما يمكنش ان لونترينور ديال ليسبوار يشدينا برشلونه قداش بالنجوم ديال ديك الساعه ايطور رونالدينيو قال لهم راه انا اللي درتو وانا كنعرف علاش درتو والكره انا اللي كنفهم فيها انت قال دونك هي فاش بدا غوارديولا مع بدات الحقبه الذهبيه ديال وراك شتي وهذا الشيء علاش انا كنعطي هذا ليكزومبل ديال برشلونه لان هي اللي مشات في هذا الاتجاه وما نكراش لان الرجاء هي فرقه كبيره يعني ال بو كوبي سور لي غران ماشي في لي بوتي انت ما تبقاش الرجاء نقول من الفرق الصغار والمثال نتبعوا حنا المثال ديال الفرق اللي هادشي اللي كتمناو هادشي اللي كتمناو معك السي عزيز وان شاء الله كنتمنوا لك التوفيق. كنشكرك بزاف سي عزيز العامري شكرا جزيلا عزيز العامري المستشار التقني الجديد ديال فريق الرجاء الرياضي وصلنا ختام ديال حلقه اليوم شكرا طلعه شكرا اسبوع جيد ان شاء الله سي عزيز عندنا التاريخ كامل بون ويكاند شكرا لكم جميعا شكرا كوثر كتبعني في اخراج حلقه اليوم بعد لحظات برنامج حاره البلاد مع الزميل عادل محمد ايمن برمج الشوط الثالث من اثنين تل الخميس من جوج ثلاثة وربع جمعة استثناء من جوج ونص ثلاثة ونص دربي بشقوك حيكم اللقاء.